سبحان من أنزل من السماء نورا كتابا فيه من خفايا الكون ما كان مستورا فيه الهدى والتقى لمن شاء الله قرآن ربي يذهب الهم ويشرح الصدور معجزة الله في الحياة قرآن يهدينا البركات قرآننا قرآننا معجزة الله في الحياة قرآن يهدينا البركات قرآننا قرآننا يهدي أولي القلب فاغفر زلتي كرما يا رب قد تبت فاغفر زلتي كرما وارحم بعفوك بعفوك من أخطأ ومن ندم لا عدت أفعل ما قد كنت أفعله عمري فخذ بيدي
لم يظلم الناس لكن نفسه ظلما. يا ربنا يا رب فاصفح بعفوك يا رب يا رب يا رب يا فاصفح بعفوك عمن جاء معتذرا واغفر ذنوب مسيء واغفر ذنوب مسيء طالما اجترما. يا ليلة القدر فيك تنزلت الملائكة والروح والتأمت كل الجروح والناس بانتظار قدومك فالآمال صروح ساجدة راكعة والإيمان منها يفوح تطلب الرحمة والغفران حتى الصبح يلوح ويتجلى الحق عليها بجلاله بأنواره وقدسيته فإذا الكون راكع والعباد تسوح. الله 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 ليلة غراء ليلة القدر نورها منزل القرآن هدية الرحمن منزل القرآن هدية الرحمن للخلق للإنسان منارة الصدر يا ليلة ليلة نشدو بذكر الله لطلعة الفجر يا ليلة ليلة غراء ليلة القدر نورها وضاء كشمس كالبدر منزل القرآن هدي للخلق للإنسان منارة الصدر يا ليلة
السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا من إليه منتهى كل شكوى، يا من إليه تؤول الشكوى، يا سامعا لكل شكوى، يا أكرم من أمله المؤملون وتاب إليه التائبون، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا كاشف الغمم، يا ولي من ظلم، ويا حسيب من ظلم، يا أولا بلا بداية، ويا آخرا بلا نهاية، يا من له في كل شيء آية، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك، نلقاك وأنت راض عنا يا الله. سبحان من أنزل من السماء نورا كتابا فيه من خفايا الكون ما كان مستورا، فيه الهدى والتقى لمن شاء الله، قرآن ربي يذهب الهم ويشرح الصدور.